هنا سائل يسأل عبر اليوتيوب، يقول فضيلة الشيخ إذا كنا مجموعة في مجموعة واتساب وألقى أحد مشاركين السلام، هل يلزم جميع المنسوب المشتركين في هذه المجموعة أن يردوا عليه السلام، وهل يلزم أن يكون كتابة وكذلك في الرسائل العادية؟ الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وعلم أن السلام إنما هو بالقول، نعم، وليس بالإشارة، ولهذا ولا بالكتابة. لكن إذا أنت رديت عليه بالكتابة تسلم عليه، لكن إذا كان في الجروب فأرى والله أعلم أنه إذا قام به واحد كفى، لا يلزم أن يكون المخاطب الجميع، كما جاء ذلك في عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الرجل على القوم كفى بواحد، هذا معروف عند أهل العلم، وقد جاء في حديث لكن نسيت لفظه، وهذا في الجملة والله أعلم.